لا نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. طمنا. كيف اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. سامحنا. أنا بس عاوز أروح لأي مستشفى قريب من هنا. حكومي ولا خاص؟ اه حكومي ولا خاص؟ ايوه حاليا يعني تعبان شويه. طيب في مستشفى حسبه هنا، اقرب واحد هنا حسبه. اه مكرم عبيد. خاصة؟ اه لشو هي؟ عامة؟ لأن أنا شوي عندي الكلى شوي تعبان. اه لكل حاجة. في عامة. في فين هنا في؟ فين؟ معك عربية؟ أروح هاخذ تاكسي. تاكسي طب تاكسي أو ديجيتال؟ قلت له مستشفى حسبه. اه بخش من يمين كده على طول شمال هتلاقي عند احمد فخر على طول ان شاء الله. هتاخد وقت؟ لا مفيش 10 دقايق ان شاء الله رب العالمين. انت من هنا ساكن من هنا من المنطقه؟ انا في المدرسه هنا. اه انت مدرس ما شاء الله. اه مدرس. مدرس. ربنا علي. الله يبارك فيك. انت مدرس ايه؟ لغه عربيه ودين. ما شاء الله انا احبها والله اللغه العربيه. الله يكرمك جزاك الله خير. فضل ربنا سبحانه وتعالى. كم سنه مدرس؟ كم سنة؟ أنا خريج 97 يعني. ما شاء الله 97. 97 يعني أنا المدرس الأول على فكرة ومشرف كمان. ما شاء الله الله يبارك فيك. أنا في المدرسة ها؟ أه الملك فادي. الله يبارك فيك. يكبر. الدراسة الأمور تمام؟ أه الحمد لله ماشي. ماشي. الحمد لله رب العالمين. هي صعبة بس الحمد لله. أه الدنيا كلها صعبة والله يا شيخ الحمد لله على كل حال. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. أولادك معاك هنا في المدرسة لأن في بعض المدرسين يدرسوا أولادهم معاهم. لا لا أولادي معايا بس مش في نفس الفصول اللي أنا بديه. أه بس في المدرسة. أه معايا في المدرسة. يعني المدرسة بتاعتك؟ لا لا مش لدرجاتي مش مدرسه خاصه يعني. الله يبارك فيك. لا لا يعني انا معايا حبيبه في سنه سته. آه. دي مع زميلي في صف ثاني. آه. في فصل ثاني يعني. الله يستر. طيب معايا اسماء في اولى ثانوي مش هنا خالص. اه ما شاء الله الله يبارك. الله يبارك. والدراسه كويسه؟ المعاشات كويسه ولا؟ آه ماشي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لله. الله يكتب لك. الحمد لله على كل حال والله. الله يكتب لك. المستشفى دي كويسه بتاعت الكلى ولا؟ لا انت لو عايز مستشفى كده متخصصه. آه. دي في المطريه بس بعيد عليك. انت ازاي تعرف؟ معهد الكلى. ازاي تعرف يعني؟ انا مريض كلى. اه سبحان الله. انت بعد نفس الحاله؟ تغسله كده زي ولا؟ تغسل؟ اه. الف سلامين. الله يبارك فيك. انت تغسل؟ اه بغسل ثلاث ايام في الاسبوع. متعبه والله. الحمد لله الحمد لله. وازاي تمشي المعاش ومشي الغسيل؟ لا والله يا ماشي في الشتاء بتمشي بفضل الله ثم بتدوس برضه شويه. اه. وفي الصيف بتزوق فيها. بس مأثر عليك؟ بكثير والله الحمد لله كثير. يعني كثير يعني مش عايز اقول لك انا مؤثر مع الاهلي ازاي يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. الله يسلمك. ما بحبش اشكي لحد بصراحه. وهذا صحيح. وهذا صحيح صح. يعني انا اسف انا ما شكيت لك بس انا يعني ابي اروح و خلاص تعبت يعني. انا الحمد لله انا هذه لي فتره بغسل كلى مش من كم؟ سنه ولا كتير. من 2006 بالظبط. سبحان الله. كيف عايش؟ عايشين والله يا شيخ الحمد لله. يعني بس انا اعرف اللي يغسل كلى يدفع. اه ما احنا بندفع فرق جلسات، في فرق جلسات دلوقتي بندفعه. انت مين واقف الدنيا طيب؟ الله يبارك فيك. لا انا عايز اروح. مش عايز اطلع اوصف معاك انا كده كده فاضي ما ورش. الله يبارك فيك ما تقدرش والله. والله فيك الخير. الله يخليك. فيك الخير كده كده بندفع بسبب ما ارتفاع الدولار والاسعار العالميه عايز حضرتك عايش في الدنيا. آه. بسبب ما ارتفاع الدولار والاسعار العالميه عايز حضرتك عايش في الدنيا. اه فبندفع فرق للجلسات طبعا. سبحان الله. مع العلاج والكلام ده كله. طيب انت تؤمن بان الدنيا بخير؟ ده اكيد ده الرسول صلى الله عليه وسلم كده طبعا. عليه الصلاه والسلام. الخير فيه فمات الى يوم الدين. سبحان الله. وانت مؤمن بقضاء رب العالمين؟ الحمد لله الحمد لله. الايمان على الصبر من خلال 10 ابيات. سبحان الله. يعني لي 13 سنه بغسل وزي ما انت شايف كده قاعد الحمد لله. كم عمرك؟ الوقت عندي 43. طيب سبحان الله انت لو بغسل وانا عندي 30 سنه. سبحان الله. صابر. والامور تمام. اه الحمد لله. يعني من يرضى يرضيه الله. صح. ومن يصبر يصبره الله. صدق. بقى دي الحاجات الواحد ربنا سبحانه وتعالى بصراحه فيها يعني. وانت صبرت سبحان الله. بس انا عاوز اراويك ورقتي اللي انا المفروض اوديها للمستشفى بس اقراها يعني هم قالوا لي جيب الورقه دي معك. اه. جزاك الله خير.
اتفضل. هذا فضل من رب العالمين. الله يبارك ان شاء الله امورك تمشي بخير. الف الف رب العالمين ما يضيع بعد. انت صبر. وهذا فضل من رب العالمين. المبلغ هذا راح يكفيك تفصل اكثر من سنه. ان شاء الله تمشي امورك، احنا عارفين ان عندك دين. فهذا ممكن يسدد لك جزء من الدين. الله يكتب لك الخير. اسجد بس اسجد واجيب. الله يبارك. يقضي مريض الكلى نحو 576 ساعة سنويا في المستشفى لغسيل الدم بمعدل 4 ساعات للجلسة الواحدة، الأمر الذي يسبب له الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية. تشير الدراسات إلى أن 2.3 مليون مريض بالفشل الكلوي يموتون سنويا بسبب عدم مقدرتهم على تلقي العلاج لأسباب كثيرة أهمها الإمكانيات المادية، ويبقى الكثيرون من المرضى يعيشون على أمل أن تمد يد تخفف عنهم أعباء مصاريف العلاج وتستر قلة حيلتهم.